ناخذ مراجعه سريعه على اندكشن موتورز. ناخذ مراجعة سريعة لفكرة الاندكشن موتورز. عندنا هون هذا ستيتر وستيتر، رح نيجي بمثال ستيتر. ستيتر اللي هو الجزء الساكن من المحرك اللي هو عليه الملفات الرئيسية. نعم اللي هو عليه الملفات عليه الملفات الرئيسية. رح اجي هون احط ثبت سلك، ومن الجهة المقابلة راح اثبت سلك هون وسلك هون. راح نكون كأنه هون احنا فاتحين فراغ في الستيتر، راح نلف 120 درجة، نحط كمان فراغ في الستيتر، راح نلف كمان 120 درجة، نعمل فراغ هون في الستيتر، وبعدين راح نحط 120 درجة هاي سلك هون سلك هون جديد وايندينج. فهاي وايندينج الحمراء كأنه السلك داخل من هون، وبعدين بمر مرور من الخلف وبيطلع. طبعا هو ما بمر هون، بمر على الداير، السلك بيطلع من هون، وعندي هذا السلك الأخضر كمان نفس الشيء، كأنه الكرنت بيدخل من هون بيطلع من هذا الشكل هيك بهذا الشكل. وعندي آخر شيء كأنه في سلك هون من الخلفية. وهذا هون رح نحط هذول عليهم 3 فيز، فهذول الثلاث أسلاك. فعندنا الأحمر هون، هذا الوايندينج الأحمر، إذا مر كرنت بهذا الاتجاه رح أعطيني ماجنتيك فلكس دنسيتي الاتجاه تبعها هيك، نسميها بي اي. واذا مر كرنت عندي في الاخضر هاد من هون راح يعطيني ماجنتيك فلكس ديرسيتي بهذا الاتجاه هيك بي بي. وعندي الاخضر اذا مر كرنت عندي بهذا الاتجاه راح يعطيني فلكس نسميه بي سي. طبعا هذول الزوايا الثلاثه بينهم 120 درجه. هلا رح نيجي على الثلاث وايندينجز هذول الثلاثة، رح نحط رح نجيب 3 فيز فولتجز، حتى يمر عندي 3 فيز كرنتس، وهذول بينهم رح يكون هذا طبعا ايش السيجنال هاي؟ ساينوسويدال سيجنال. رح ناخر هون 120 درجة ورح امرر سيجنال ثانية. مين الليدنج اذا ومين اللاجنج؟ الاحمر ليدنج الاخضر مش هيك؟ فاي ليدنج بي، فاي ليدنج بي باي 120 ديجريز. فاذا بتلاحظوا هون من هون لهون في عندنا 120 ديجريز ان تايم 100، وهون عندي 60 درجه. نعم لا هلا بدك تاخذ 60 عشان الثالث صح؟ لا 120 برضه كمان 120، فباخر كمان 120، لا مش 180، بدي اوصل 360 المجموع. 360 غلط، انا قصدي انه من الاول بتاخذ 60 من هون هلا بناخذ هيك وهيك اصلا. اه اوكي، فباجي هون هلا 120 من هاي راح اخر هيك، راح ارجع هاي هيك، وهاي هون هاي صارت سي، وسي عندي هون نفس الشيء كمان 120 درجه. ولو اخذت بين هون بدايه اي راح يعطيني هاي، هاي عندي هون 120 درجه، 120 و120 و120 بعطوني بعدين هو بيرجع ببدا A B C. هدول رح يعطوني flux هون، sinusoidal rotating changing flux هون، sinusoidal changing flux هون، وflux هون. هدول إذا جمعتهم رح يعطوني rotating flux طوله، الflux هذا رح يكون طوله هدول إذا مدينا هيك دائرة، خلينا نطولهم شوي.
يكون عندي فيه فلوكس الناتج عن هدول. مش هدول فيكتورز بي اي وبي بي وبي سي؟ ايش هدول الكوانتيتيز؟ هذا كرنت اللي بمر هون، ايش بنشعر له هون؟ ماجنتيك فلوكس دنسيتي. اذا هدول راح يصير عندي بي اي بي 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 سي، هدول بنسميهم ماجنتيك فلوكس دنسيتي. فيكتور ولا سكيلر؟ فيكتور. اذا هذا هون فيكتور، ايش وحدته؟ تسلا. هاي راح نشعرها. هذول بما انهم فيكتورز بقدر اجمعهم بعملهم معاملة الفيكتورز، مش هيك؟ والفيكتورز بجمعهم فيكتوريالي. شو بنشع عنهم؟ بنشع عنهم فلوكس طوله مرة ونص تقريبا، وعماله بلف على سرعة معينة، السرعة هاي اللي هي اوميجا، اوميجا ان او ان ار بي ام. هذه ال ار بي ام اللي بلف عليها الماجنتيك فلوكس دنسيتي. نعم. إذا هون عندنا حتى نحقق هذا الروتيتنج، هدفنا بالآخر نحقق to achieve a constant magnitude. إيش يعني constant magnitude؟ الطول تبعه ثابت. طول على فكرة هذا بيكون مرة ونص مقدار الطول اللي ناتج عن A أو B أو C تحالهم. إذا to achieve a constant magnitude rotating magnetic flux density. Rotating. طبعا مش فاهم شو الفرق بين الجسمات. هلا. magnetic flux density. الدي سي موتور كيف حققنا حركة الها؟ كيف تحقق عندي الفورس بهذا الشكل؟ مش نعم؟ ايش كان لازم يصير عندي؟ كان عندنا magnetic flux density. هل كانت بتلف ولا كانت ثابتة؟ كانت ثابتة. ثابتة. هون ايش الماجنتيك فلوكس دنسيتي؟ عم تتحرك عم بتلف مزبوط. ايش كمان كان عندي؟ كيف الكرنت؟ هيها بتلف هلا بهدول موجود واحد اثنين ثلاثة، هدول بيتحركوا مع الزمن. هي شوف لو عملنا انيميشن شوف شو بصير. الاحمر هذا هل ثابت ولا اعماره بتغير؟ مش ساينوسويدال هو؟ مش فترة بيكون بوزيتيف؟ شو فترة؟ شو هو الاحمر؟ الاحمر اللي هو الكرنت اللي ماشي بالسلك الاحمر. الكرنت اللي ماشي بالسلك الاحمر مش بيكون بوزيتيف وبزيد وبنقص وبعدين نيجاتيف وبزيد وبنقص؟ يعني بزيد كميه الكرنت بالسلك. 3 فيز، هذه 3 فيز، مش 3 فيز ساينوسويدال؟ ما بعرف. اوكي. 3 فيز ساينوسويدال، الكهرباء عندنا الاي سي ساينوسويدال. فعمال الماجنتيود تبعها بزيد مع الوقت وبنقص، بعدين بصير نيجاتيف وبنقص، بزيد وبنقص، بصير نيجاتيف وبنقص، مش هيك ساينوسويدال؟ اذا ما دام هذا اللي عم بصير بالسلك الاحمر الاحمر اللي هون واللي هون، الماجنتيك فلوكس اللي ناتج عنهم شوف شو راح يكون عند النقطة هاي. قديش راح يكون طوله؟ زيرو. هون قديش بصير طوله؟ هون قديش بصير طوله؟ ماكسيموم. هون قديش برجع طوله؟ هون شو بصير؟ ما بصير نيجاتيف. هون نيجاتيف، هون بصير ماكسيموم نيجاتيف. فهذا شو عم بيعمل طول؟ هو ثابت مكانه بهذا الاتجاه ثابت، بس طوله عم بتغير. شوف كيف طوله بتغير مع الوقت. زيد ماكسيمم بوزيتيف برجع زيرو، زيد ماكسيمم نيجاتيف برجع زيرو. تمام. بنفس الوقت ايش عم بيصير بالاخضر؟ نفس الشيء بالاخضر، عماله بدا هون زيرو. طبعا هذا الزيرو مش بنفس وقت هذا الزيرو. مش لازم. لما هذا كان زيرو قديش كان هذا؟ ماينس. ماينس. وهذا هو اللي بسبب، والا لو كانوا كلهم بنفس الوقت اطوالهم متساويه ايش بتطلع؟ زيرو. اذا الاخضر عند النقطه هاي بيكون زيرو بوزيتيف، زيرو نيجاتيف، زيرو. والازرق نفس الشيء. هلا هدول لما باجي بجمعهم بلاقي انه المحصله تبعتهم في اي لحظه من اللحظات هي فيكتور كونستانت، طوله مره ونص طول اي واحد منهم، بس عماله بلف. فالمحصل اللي راح تطلع معي راح يكون هذا الشكل، هذا كونستنت عماله بلف على سرعه مقدارها n rpm revolutions per minute. هلا راح نشوف وين راح تيجي المعادله تبعت revolutions per minute. هلا نسال السؤال، هذا لو انا اجيت لفيت سلك
والرد في كرنت. هاي لوب، ها بتطلع على اللوب هاي. جيت عملت لوب زي هيك ومررت فيها كرنت بمقداره اي. هاي اللوب ايش راح يتكون بداخلها؟ ماجنتيك فلكس ديستي. كم بول له هذا؟ كانه هذا ماجنت مش هيك؟ كانه هون كانه في داخلها في ماجنت. كم بول لهذا الماجنت لازم يكون؟ لانه عمره ما بيكون ماجنت له بول واحد. فهذا راح يتكون مثلا اذا الكرنت كان هيك راح يكون عندي هذا كانه نورث وون وساوث وون. فكانه اللوب اللي انا لفيتها هاي اللوب مش هاي كانها لوب الحمراء مثلا او الزرقاء او الخضراء. كاني لما لفيتها شو تكون في داخلها؟ انا ما عندي ماجنت امسكه بس مش انا حققت نفس الايفكت شو عملت؟ ماجنتيك فلكس دنسيتي. هذا السلك هيو هيك تكون هيك. خليني امحي هاي من هون عشان يبين معكم انه هذا هيك. لما هذا تكون هيك شو تكون كانه داخله؟ اذا هذا السيستم هون كم عدد البولز لكل فيز؟ ستة لهم الثلاثة لكل فيز واحد. إذا هاي الأرينجمنت number of poles per phase شو بيساوي؟ two poles per phase. أوكي؟ two poles per phase. لما يكون عندي two poles per phase وعندي الفريكونسي مثلا 50 هرتز مين اللي عماله بلف على سرعة constant speed؟ هذا الماجنتيك فلوكس دنسيتي المحصلة تبعتهم الأسفل. راح تكون عندي N بتساوي 120 في F على P. إيش P؟ البولز بير فيز. Number of poles per phase. F؟ Frequency تبعت مين؟ تبعت الإلكتريكال سبلاي، تبعت الـ AC سبلاي اللي أنا جايبه من برا. قديش قيمتها هون بالحالة هاي مثلاً؟ 50 هرتز. وال 120، ال 120 بس عشان احول من الوحدات هذه سايكل بير سكند، بس هاي ان ايش؟ ريفولوشنز بير مينيت. فاذا راح تصير عندي وهي راح اسميها ان سينك، ان سينكرونس. فالاس السبسكريبت هاي السينكرونس سبيد راح يلف عليها الماجنتيك فلوكس دنسيتي بتساوي 120 في 50 على 2 اللي هي 3000 RPM. ايش يعني 3000 RPM بالحاله؟ شو اللي راح اشوفه لو طلعت داخل هذا الستيتر؟ ايه مين اللي راح اشوفه بلف على 3000 RPM؟ الماجنتيك فلكس دنسيتي. لسه ما اجينا ما حطيناش روتر، بس عمالنا بنطلع كانه عندنا عيون مغناطيسيه. لو طلعنا بعيون مغناطيسيه داخل هذا الستيتر من هون راح اشوف في ماجنتيك فلكس دنسيتي. هاي الماجنتيك فلكس دنسيتي عمالها بتلف لان هي السوداء محصله مين هي على فكره السوداء؟ الماجنتيك فلكس دنسيتي الاسود هذا محصله مين؟ حصلة الاحمر والازرق والاخضر. وهذول عماهم الثري فيزز، عماهم بتغيروا هم مع الزمن. اتجاههم ثابت بس الماجنتيود تبعهم بتغير. شو انشأوا لي؟ انشأوا ماجنتيك فلكس دنسيتي روتيتنج ولا كونستنت ماجنتيود. والسرعة تبعته 3000 ار بي ام، يعني كل دقيقة كم مرة بلف؟ 3000 مرة عماله بيعمل 3000 ار بي ام او 3000 روتيشنز بير مينيت.